يرد في الشريط العاجل خبر إحباط محاولة الاعتداء الإرهابي. كيف تقرأ قانونيا هذه الخطوة من وزير الطاقة الأسبق اليوم بدخوله الجزائر؟ صدارة قناة النهار وتحطيمها لرقم قياسي جديد لأول مرة منذ تأسيسها سنة 2012. قناة النهار أول قناة إخبارية في الجزائر. سباقة في الأحداث. خاصة في ذلك عاجل هام جدا وراه يمشارك المواطن في كل يعني الألم تاعو. قناة راهي من الأولى هنا في لاجيري. كيما الخبر هذاك تاع عين صالح قرينا في النهار ما كناش على بالنا في كنتورين اللي يدخل الحانوت يقول لي واش راك تشوفي في النهار. ما شفنا فيها غير خير. وربي يخليكم لينا وإن شاء الله دائما رافدين على متاع الجزائر. بعد أحد أكبر المشاريع للجزائر 16. Thank you.